مرحبا، اهلا وسهلا. فين تعطلتي؟ زعما كنتي عامل معايا، انا شفتك ملي دخلتي خليتك درت على راحتك تاجي عندك وتقول لي شنو عتاكل. شنو عندكم هنايا؟ اللي بغيتي كلشي. انا تفضل. اجين هنا في ماشي عاون. خليك دختر على راحتك. اجي وقف معايا وريلي فهمني نصحني. الله يا عمي انتينا قد الوالد وانا غنصحك، انتينا اللي خصك تنصحني. اجي يا ولدي شنو اسمك؟ لا العربي. جلاس جلاس العربي جلاس. الو باترون هنا. قلت لك جلاس جلاس. اخ النصيحه ديالي هو ما تنصح حتى شي واحد في هذا الزمان. كاينه. حيت كل شيء ولا كيفهم. كاينه. ما تنصح حتى شي واحد، حتى شي واحد ما غيعمل بالنصيحه ديالك. تمام. وخصوصا انت بالضبط. النصيحه ديالك زايده على راسك. انت محتاج النصيحه تنصحني انا. على داك الشيء ما بغيتش نصحك انا. انت تنصحني شحال في عمرك يا ولدي؟ شحال دحتيني من عام؟ انت باقي صغير، باقي ما شتي والو في الدنيا. باقي تصادف الناس قباح، باقي تصادف الناس ملاح. فهادي عندك الحق. الحمد لله اليوم انا صادفتك، باقي خصني صادف عين الناس ملاح. دابا واش جيتي تاكل ولا جيتي تأدينا؟ دابا اش هاد الاسلوب اللي كتهضر معايا؟ انا كليان خصك تعامل معايا مزيان. كاينه، ولكن انت خصك تكون مزيان. اولدي السيرفيس اهم من الماكله. والسكات اهم من الهضره. شوف هاد الشريك، او عندك المينو ما تنصحني ما ننصحك، او عندك اختار اللي بغيتي. الحمد لله بدينا بالدار الكبيره، عندنا الذوق والمذاق اللي بغيتي. عندكم الفطور؟ او كاين في المينو الفطور، كاين الفطور جميع الانواع، عندنا الفطور حتى على الذوق ديال الكليان. عندكم كليان؟ الحمد لله عندنا الكليان جميع الانواع، الا الكليان في حالك اول مره كنتشرفوا به، خصك تفطر. جيب لي احسن فطور. كيف فطور صباح مبروك؟ الله يبارك فيك. كيف فطور الصحة، فطور طنجاوي، فطور اسبانيول، فطور فيق بكري. وإذا فقت معطل ما غنفطرش؟ لا هو إيش مو فيق بكري، أما أنت نافق فوقاش ما بغيتي، حيت عندنا الفطور بالأنواع. كيف فطور زمان؟ زمان؟ دبارح بايت. أنت في بايت. الفطور اسمه فطور زمان. عندنا فطور ريجيم، فطور إيدين، فطور ملاكي، فطور الدار الكبيرة. إيش من دار؟ ديالنا. دابا أنت غتجيب لي فطور من الدار ديالكم، دابا أنا كنسعر لك. وأنا كنصدق عليك. بالمحل ديالنا زعما فطور اسمه الدار الكبيره. شني باقي يا خور؟ باقي فطور الوليدات. فطور الوليدات دي انت؟ انا قد باباك تقول لي فطور الوليدات، شغل الدراري هذا. جيب لي احسن فطور عندكم هنايا. هو الاول بيب. باش تعطلتي مع هذيك الكليان خلاص؟ هذيك كليان كيهضر بزاف اخي شاهد مريض. شنو طلب؟ والو. كيفاش ما طلب والو؟ نتينا بالصباح وانت معاه وجلستي معاه، انا زيان اللي من العائله. ما كنعرفو ما كيعرفني، بالحق انا عرفته وهو باقي ما عرفنيش. شوف اخي العربي، اذا بغيتي تبقى خدام معانا خصك تعامل مع كليان. كاين كليان وكاين كليان، والكليان كيختلف. هذا مختلف بزاف، خصو يفطر يلا وتجد له احسن فطور عندنا. ما عندناش عن احسن فطور، من اللي عندنا كامل احسن فطور. واعمل له داك الشيء كامل. شوف اخي العربي، اذا قال لك الكليان جيب لي احسن حاجه ما عندكم، يعني الباقي الحاجات ماشي احسن. افتح مخك معايا، احنا عندنا كل شيء احسن حاجه. شوفوا هو شنو يبغى على الذوق ديالو. ما عندوش الذوق. قافي معاه، اشرح له، فسر له، نصحو. هو اللي نصحني. وجد وجد. صحة، كيف جاك فطور ديالنا؟ اوه مولا اعتبر. صراحة لا، شنو مسمي هذا الفطور هذا؟ هذا اسمه الدار الكبيرة، عجبك؟ اوه عجبني بزاف. يا سلام. عندكم الغداء؟ تينا عاد فطرتي. غتغدى دابا؟ غنتغدى دابا، حيت الساعة د الغدا عندي الشغل. بغيتي نبقى بلا غدا ولا؟ لا، عندك الشغل غير في الساعة د الغدا، ما عندكش الشغل في الساعة د العشاء. علاش كتسقسي؟ نوجد لك حتى العشاء. لا أنا ما كنتعشاش، كنعمل ريجيم. جيب لي أحسن غدا عندكم. اختار اللي بغيتي، اللي تشهيتيه كاين، أي أمر. مثلا؟ كاين بقيلات. ديالاش؟ ديال الحديد. ديالاش غيكونوا د بلاستيك. كاين مقاليد كبدة، كفتة. كاين مقاليد كباب المغدور. تباينة فيك الضر، خصك تغدرني. كيفاش هاد اللحم المغدور؟ سرقتوه؟ الكباب المغدور معروف، اللحم مشرملة بطريقة دكانية. وكاين مقاليد المخ. نجيب لك المخ، تحتاجه. لا أنا ما خصني بو مخ، مخ دي أنت.
كاين طواجن. كاين طواجن اللي بغيتي. ديالاش؟ دا الطين. ديالاش غيكونوا الطواجن ديال الحديد. كاين طواجن ديال الكفته، الكبده، ديال الجداد، ديال الحوت. الطياب على الاصاله المغربيه على الطريقه الدار الكبيره. هادشي كيشهي والله حتى كيشهي. زيد زيد. عاود كل نهار ورزقه، بحال مثلا الاثنين كنعملوا الكرعين والدواره. كتبداو السيمانه بالدواره. بدايه اسبوع مدوره. ونهار الاثنين ضرب عندكم شي دوره. انت ضربه دابا. حتى ثلاثه مثلا عندنا السفه، الاربعه عندنا الرفيسه، الخميس عندنا الطنجيه مراكشيه، والجمعه الكساكس. والسبت؟ السبت عندنا الطواجن ديال الحوت وبيصاره، والحد عندنا عاود مشاوي، والجداد الطواجن ديال الجداد. زيد. اش غنزيد؟ ثلاث سيمانه غنزيد لك نهار من عندي. وكاين عاود عندنا بانيني، همبرغر، تاكوس، لي بات، لي بات. اخندي ما نسالكم. احنا اللي كنسالوا لك الفطور دابا. لا زعما تبارك الله عندكم كل شيء. انا جيب لي احسن حاجه ما عندكم، حيت انا تلفت مجبرت ما نختار. واجا انا تلفت معك. اجبو فطور. اجبو الفطور وقال خشو يتغدى. تغدى؟ دابا؟ هذا جاي جربنا. هذا جاي يسكن معانا، سمع الدار الكبيرة، جاي يسكن معانا. وعندو يتغدى ويقول لك وجد لي العشاء. لا ما كيتعشاش، في العشاء يجيب الرحيل ديالو، وجد له أحسن غدا عندنا. عاود أحسن غدا، أنا قلت لك اللي عندنا كل شيء أحسن. شنو نوجد له شي شلاضة يفتح بها الشهية. وجد له شي حاجة يشد بها الشهية، السيد عاد فطر ساعي كتقول لي نعمل له شي حاجة يوجد بها الشهية. شنو نوجد له؟ كاين مقيلات، كاين طاجين، دجداد، اليوم السبت كنعملوا الطواجن ديال الحوت بايصار، كاين بانيني، كاين همبرغيسة، تاكوس. عمل له شي طاجين ديال بيتزا وشي بانيني بالرفيسة وعملوا في المقلة، والمقلة عاملها في الطاجين، وجمع كل شي في الطاكوس وعمل له شي همبرغيسة غيعجبوا الحال. الحمد لله. بالصحة، كيف جاك الغدا ديالنا؟ مولا اعتبر. يا صراحة الله لما دق والتراوة ماشي أنا ما كرهتش نجيب المرة ديالي تقول 16 أنايا. لا بركة عينتينا عمي أخ، نجيب لك شي ديسير. ديسير؟ أو ديسير جيب لي الحساب، الحساب كيطول في العشرة. غتعاشر معانا، الحساب ديالك باين، عندك الفطور وعندك الغدا وعندك الزيت شي حاجة أخرى. جيب تيكي سير. غتخلص بكارطة. علاش نخلص بكارطة؟ أنا عندي الفلوس ديالي، على شحال غيكون أنايا؟ على حساب اللي كليتي خصك تخلص بالتشيك. ها كنضحك عمي ديالي. لا تي دابا. شني خصو يتعشى؟ لا وجد له احسن حساب عندنا. غادي يمشي. يقدر ينوض. انا نعاونو، وجدنا التيكي. وعطيه شي كاس ديال التي يهضم به. لا خصو يتمشى باش يهضم، وجدنا التيكي داغيه. ما قلتيلوش شي ديسير، شوف واش خصو شي ديسير. انا رجعت كنخاف نمشي عندو عندو ياكلني، وجدنا التيكي داغيا اخاي سعيد. هاك انا سيدي. راه ولدي انا كليت هادشي كامل. عندك الفطور والغدا ناقص غير العشاء، خلصنا نتسخروا الكوزينه الله يعزك. قلت لك انا ما كنتعشاش. انا بغيتي دابا غيتعشى. هاك ولدي صراحة الله عندكم هادشي مولا عتبر. أولا يعني وإذا قلتي الدار الكبيرة الدار الكبيرة. أنا إن شاء الله غير نرجع من عندكم. أجي نهار الخميس. على شنو كيكون؟ أنا ما كنكونش راحة.